كتير سعيدة وكتير مغمورة إذا بدك بكمية اهتمام وحب، وسعيدة إنه أول لقاء مع الجمهور المغربي الجميل هو بتيميتار بمهرجان بيعنى بالأغنية والأمازيغية والثقافة الأمازيغية، بنفس الوقت بيرحب بالموسيقى من باقي أنحاء العالم. فكتير سعيدة بوجودي بهذا المهرجان ومتحمسة للقاءات أخرى بمدن مختلفة بالمغرب إن شاء الله. يعني بنسمع نحن القديم وبتوصلنا الأغنية الشبابية لليوم يعني اللي بتنتشر، وهيدا يعني هيدا الحلو اليوم إنه في تواصل من يمكن من وراء السوشيال ميديا، من وراء إنه العالم صار هالقد مفتوح على بعضه، فأكيد بتوصل موسيقتكم الجميلة مثل ما بتوصل موسيقتنا لكم، وهيدا كتير حلو إنه يكون في مهرجانات بتضم الاثنين كمان شيء رائع. هو قصة موسوعة جينيس إجت يمكن سنتين ونص بعد الحدث اللي دخلنا من وراء اللي هو تمويل جماعي لأغنية الانطلاقة، بيعني لي إنه هو مثل توثيق لذكرى كتير حلوة، وأنا عن جد بيعني لي وبيعز علي إنه الانطلاقة كانت مع المحبين يلي آمنوا بالمشروع، فهيدا أحلى شيء إنه صار فيه مثل تخليد للذكرى إذا بدك، أو طريقة أول أغنية. المدينة بتجنن وأهلها بجننوا والطبيعة وكل شيء، وطقسكم أنتوا رائع، يعني بتحسي لا برد ولا شوب، والأكل بالزاف بنين. فرح حاول مدد لأنه عن جد المغرب بلد كتير غني، يعني غني بكل التفاصيل الثقافية، فإن شاء الله إذا ما قدرت هالمرة رح أرجع أجي جاية تانية. شكرا شكرا، ميرسي، ثانك يو إلك.